فعاليات حلوة وجذابة أحلى الفقرات ضحكة خلابة فعاليات حلوة وجذابة أحلى الفقرات ضحكة خلابة قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم عد التحية اليوم للمتعة هيا فعاليات حلوة وجذابة أحلى الفقرات ضحكة خلابة قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم رد التحية اليوم للمتعة هيا خلونا نشوف وش هو الجديد في كل مكان لا 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 بيري ويلي الجو هنا فتنة فتنة من الآخر من الأول طيب نحن حنفاجئ بيري كيف حالك؟ الحمد لله نتعرف عليك عبد الرحمن الشهري نحن متفقين أنا وياك يا شيخ عبد الرحمن على شغلة بنفاجئ فيها هذا الخوي هذا نتحدى الشيخ أيوه بنتحداك أوف أيوه تعال جنب الشيخ تعال هنا لا الموضوع خطير أيوه الموضوع خطير أيوه تعرف عليك يا شاطر إبراهيم إيش التحدي يا شيخ التحدي الشجرة اللي خلفه هذه يلا إيش اسمها إيش اسم الشجرة هذه هذه شجرة ما شاء الله مالي الأرض هنا ما شاء الله من أحسن ما يكون نبغى يعطينا اسمها طبعا أنا ما حعلمه بخليه كده يفكر طبعا أديني حرف طيب تقرب لي شوي والله إيه حرفين بس هي كلها حرفين في الحقيقة كنا احنا في الطريق واحنا ماشيين ما شاء الله في الجو الجميل هذا أول شيء أشكركم قناة المجد صراحة قناة رائعة امتياز مذيعين فيها جميعا والله وكنا ماشيين قاعدين نعرف منهم الاولاد تعرف على اسماء الاشجار هذه تعرفون عليها يا سلام وحنا ماشيين طبعا توهم عرفوا بعضه وبعضهم يعرف بس الصحيح ما عرفوا الا بعد علموه اللي يعرف لا يعلمه ايه يلا والله والله هي حرفين طبعا حرف الاول هذا مسمى هنا في الديره بس ما عاد يعني يمكن في مناطق ثانيه يسموه بس انها تتواجد هنا اكثر شيء في جده عندنا يسموها ما هي موجوده في جده ايوه هذا الكلام اعطنا الحرف الاول شين شن شن لا شن يعني تجيب الحروف كلها طيب محاولتين انت عارف انت عارف اوه خبره بعدين علمني شك لا قريب ايش لا تغش شن لا تغش شن لا شث شث اوه جابه يلا الان عندي تحدي يلا معي تحدي اسم الاخ عبد الرحمن الشهري عبد الرحمن غمض عيونك بس ثانيتين بعطيك حلاوه فمك لا لا بعطيك حلاوه فمك ابغاك تعرف لي نوع الحلاوه انتبهوا لي لا لا امورك طيبه امورك طيبه طيب خلاص بسم الله لا لا احد يعلمك فون ها فك بقك ايوه بسم الله يعني 10 ثواني وحاول تقول لنا وش الحلاوه هذه 2 3 4 5 توفي ستة قربت حلاوة توفي ولا شوكولاتة لا بحرف الباء حلاوة حلاوة البقرة الله عليك يا شيخ الله يسلمك والله جابها نتعرف عليك قرب يا شيخ قرب نتعرف عليك وليد الحربي ونعم ونعم انت من وين يا شيخ؟ من القصيم من القصيم ونعم ونعم نتعرف عليك يا شيخ محمد الشهري ونعم يا محمد وانت تركي تركي الحربي ونعم يا تركي زياد عبد الرحمن زياد عبد الرحمن بيري ويلي انا بوقف هنا عشان اتحدى البطل هذا بابا بابا. الحين حلاوه جديده عندي احنا مسكرين تمام حتغمض عينك يلا غمض عينك ايوه لا تشوف شيء انتبه ترى هذه الحلاوه خطيره جدا لكن لها يعني لها فوائد كبيره نعم وما هي راضيه تنفك معايا ما هي خطيره هي لكن ان شاء الله انها بتنفك اصلا افتح فمك واحد ها قدامك 10 ثواني حاول تتعرف على نوع الحلاوة واحد اثنين ثلاثة ها ايوه هو انبسط أعرفهم ها أفا معك بيجي معك وقت أربعة خمسة لا افتح عينك عادي يعني أنت ما حتشوفها كذا ثمانية تسعة شو اسمها؟ ها ثلاثة حروف تبدأ بالحرف حمل حمد الأخير راء حمر حمر تمر هندي تمر هندي نبغى منكم اخر شيء احنا عندنا تغطيه البرنامج فعاليات الصيف نبغى كلمه بخصوص النظافه العالم اللي تجي بعض الاحيان تتعب حتى تلقى مكان بسبب النظافه نبغى كلمه في الحقيقه لعلها مناسبه نلقي عبر قناتكم
بالنسبه للنظافه فعلا هذه ملاحظه والله اثناء التنزه. احنا من الصبح هنا والله موجودين، للاسف يعني معظم الاماكن لما نبغى نجلس ما نقدر نجلس والله من وجود النفايات. ايش نقول للعالم اللي العالم يا اخي كيس معك، وهذه الحمد لله والله طبقناها من فضل الله، ما هي مجامله لانفسنا، كيسنا معانا، خلصنا لمينا اغراضنا اللي باقي النفايات المتبقيه وضعنا في الاكياس الزباله الرئيسيه. معنا برضو نتمنى برضو من الاخوان في البلديه هنا تتوفر بشكل اكثر هنا في المنتزه. ممتاز بيري ويلي، كلام كبير والله جدا، كلام من الاخر، فازوا علينا صراحه. نقول لهم صيفنا مع اهلنا، حنقولها مع بعض، صيفنا مع اهلنا ايش احلى واحد، ومع المجد احلى. اي بيري ويلي، صيفنا دائما مع اهلنا احلى. أشرق الشمس الفرح والصبح لا من بعد كت الليالي والكفاح، يا طيور الجنة غني واحميه الكل فني، يا طيور الجنة غني واحميه الكل فني، يوم حقك تتمني يوم ليل الهم راح، يوم ليل الهم راح، كم سهرنا في ليالينا ولا كم غير الجهد والهم سلاح، كم سهرنا في ليالينا ولا كم غير الجهد والهم سلاح، واذكروا على اوراقنا بس. بيري ويلي، المرة هذه انت خطير في الاختيارات يا بيري. نعم، من وين جبت الشيخ هذا؟ انت لمحت لمحة خطيرة. إلى المدينة يا حبيبي، سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة، يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة، نسير نحو المدينة، الله نسير نحو المدينة. والله غطى علينا يا وليد. يا عم كيف حالك؟ بخير والله. تعرفنا عليك. سلامة بن سلمان الصبحي. ونعم ابو سلطان. ونعم ابو سلطان. ونعم الذيب هذا ما شاء الله. هذا فايز. سلام. سلام. ونعم ما شاء الله تبارك الله. كمل كم تبعد يا ابراهيم؟ اتحداك تعرف من المدينه لابها كم تبعد؟ انا اقول لك من جده الى ابها 600 ومن هنا 300 900. ايش رايك يا عم؟ من المدينه لهنا؟ لا اشكال طال عمرك. كم؟ والله واجده. 1000. والله ما ادري. 1100 ونكسبك زبون. اللي تسجلون مره. شلون شفت الاجواء في ابها يا عم؟ والله ما يحتاج. حلوه والله هالضباب في المدينه ما تلبس الطاقيه هذه الا وقت الشتاء. ايوه الان صيف. ايوه نعم البرد هنا زي ما انت شايف والاجواء زينه. حلو. طيب عده معك يا عم؟ ها؟ معك عده؟ معك شيء زي شاهيه؟ كلهم رجال اصلا. الدله والشاذليه وفنجال وعلوم رجال. الله الله. اي نعم كلها موجوده، كلها موجوده عندي طال عمرك. ما شاء الله. طالع مع العائله اكيد ما شاء الله. تبارك. كم ناوي تقعد؟ الله حسب الظروف طال عمرك. حسب الظروف 3 أيام 4 أيام. الود الود شهر. لا القلب شغال لما الديرة. نعم نعم مرة القلب شغال الديرة يقول لك ديرتي وإيش واحد قل بس الديرة والقبيلة. الله الله والحمد لله. إن شاء الله ترجع للمدينة وأنت بخير وعافية يا رب. اللهم أمين. الله يجزيك. ونزورك في المدينة وتعطينا من التمور. عطنا من تمور المدينة. يلا وش عطينا؟ عطينا 5 أنواع من التمور. والله وش أعد لك؟ والله فالأسواق واجدة. ما أقدر وياكذا. اللي تذكرها. الروثانة. يا سلام. والبحري ما ادري وش برحي. البرحي حلو. والمنثار والسك والتعضوضه سلام. والربيعه سلام. وحمر جاب حلو. بقى واحد مهم وش هي اللي فيه علاج عج
عجوة. يا سلام. العجوة. العجوة. ما شاء الله عليك. ويلي. ودع الشيخ بطريقتك. على البداية شفت البداية مثل البداية. لا نقول لكم وداعا بل نقول إلى اللقاء ولكم أزكى سلامي يا رجال الأوفياء. يا سلام يعطيك العافية. الله يعافيك. قل لهم يا عم صيفنا مع أهلنا أحلى. صيفنا؟ قول. صيفنا مع أهلنا أحلى. قول. صيفنا مع أهلنا أحلى. أنت أحلى. روح. ويلي. إلى مكان جديد. روح. فعاليات حلوة وجذابة. لا 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 لا. أعزائي المشاهدين، ما شاء الله تبارك الله، ومن حرفة إلى ما شاء الله تبارك الله إلى إبداع أكثر، إلى حرف أجمل وأروع. معنا اليوم أحد الحرفيين ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شلونك عمي؟ طيب. الحمد لله بخير وسعادتك. الله يسعدك. أنت عرف عليك أول. خالد عبد الله الدرويش. ونعم والله ونعم الله. بويش؟ أبو حمد. ونعم والله أبو حمد. أبو حمد ما شاء الله تبارك الله، اشوفك قاعد تنحت هنا وقاعد تسوي ما ادري شو، باك ذا ولا باب صغير حق اقزام ولا ما ادري شنو عاد. هذا باب يعتبر كان اول يستخدمونه، باب صغير يحطونه في الكمر اللي يصفون فيه الدلال. اي في زاويه في الكمر تحت يحطون فيه هذا الباب، بحيث ان سلمك الله يحطون فيه الهيل والفناجيل. اول كانت يحافظون عليها من قلها اول، فيصكون عليها، فلاجي يسوي القهوة هو راعي البيت، فك هذا يطلع عدته وضبط ذا، ولا خلص ردها وقفل عليها. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا كله شغلك ولا جاي جاهز وانت مكمل بس الزوايا ذي؟ لا لا كله شغلي، كله كامل شغلي ما شاء الله تبارك الله. وبعد ابو حمد ما شاء الله اشوف هنا باب وهنا صناديق وهنا شغل شغل عدل ما شاء الله. يسم هذا مشروع باب باقي ما خلص للحين. خلي شوي قرب. ايوه اسلم. واحدة من الصفج هذه وباقي الصفج الثانية نكملها، باقي الفريم حقه والخشم والمزاليج وكذا على أساس نخلصه. وعندنا هذا الباب، هذا الباب سلمك الله استغرق مني حول 6 شهور أنا أشتغل فيه. طبعا منقوشة عليه غاية الكرسي جهتين قاسمينها نصين. وعندك باقي النقش الخشم وكذا 6 شهور أنا أشتغل عليه. طبعا كل النقش نقش تراثي من التراث القديم. يعطيك العافيه ابو حمد. عندنا سلمك الله هذا الباب الصغير. ايه هذا نموذج يعني اسوي نماذج صغيره. اي منقوشه نفس الديزاين حق الباب هذا، الله ما يختلف، ما فيه الا هو نقش كتابه مكتابه مصغر صاير صغير صغير كذا. يعطيك العافيه ابو حمد ما شاء الله تبارك الله، وعساك على القوه. والله يعطيك العافيه، وان شاء الله نشوف ابداعات ان شاء الله اكثر واكبر من كذا. شكرا لكم. الله يسلمك. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. الله يسعدك ابو حمد. الله يعطيك العافيه. استودعكم الله. اعزائي المشاهدين خلونا ننتقل لحرفه ثانيه. أعزائي المشاهدين معنا هنا ما شاء الله تبارك الله حرفة جميلة ورائعة مع واحد من الشباب، خلونا نشوفه ونتعرف عليه. السلام عليكم. مساك الله بالخير. حياك هنا. نتعرف عليك أول. معك راشد سالم الدوسري أبوي. ونعم والله أخوي راشد. الله يعطيك العافية. ودنا تشرح لنا وش اللي قاعد تسويه هنا في الركن، ما شاء الله تبارك الله، شوف إبداعات جامدة صراحة، اشرح لنا. تفضل حياك الله. الركن طبعا مكون من مجسمات تراثية. مجسمات تراثية تنقل الحاضر والماضي القديم على أشكال مجسمات صغيرة. ما شاء الله تبارك الله. هذا شغلك؟ اي نعم هذا كله شغلي. طبعا غير الأبواب التراثية أبواب النجدية. حلو. والرسومات. ما شاء الله تبارك الله. يا جماعة الخير عنده شيء رهيب. تعالوا 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 خلنا نشوف بعد إذنك. تسمح لي؟ تعال 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 مشاهدينا تعالوا 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 شوفوا. يا الله زمان اول الصابون وعلب البهارات شو مصغرها، والبيبسي صندوق بيبسي والدلال ما شاء الله، والصحون وشغل يعني مصغر فكره الدكان يعني يعني والسوق القديم بشكل مصغر كذا. يا اخي ما شاء الله تبارك الله، ما اقول له ما شاء الله تبارك الله عليك يا راشد. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا خلينا نشوف راشد
حرفتك هذه أنت يعني أخذتها من أحد ولا تعلمتها ولا يعني شلون وصلت للمرحلة هذه ما شاء الله في الفن؟ والله يا طويل العمر اللهم لك الحمد، العائلة كلها محترفة يعني. ما شاء الله تبارك الله. في أحد من العائلة مشارك في أحد من اللوحات هذه ولا شيء؟ لا والله الحمد لله، هذا كله شغلي اللي فيهم الرسام واللي فيهم طال عمرك خطاط. ما شاء الله تبارك الله. يبغانا نزور بيتكم، شكل بيتكم كل ديكوراتكم فن ما شاء الله. الله يحييكم إن شاء الله، تشرفونا. الله يسعدك، شرف الله مقدارك. الله يعطيكم العافية مشاهدينا، خلونا ننتقل إلى حرفة ومهنة ثانية. أعزائي المشاهدين، معانا اليوم حرفة جميلة رائعة، يعني ما في بيت ما يخلو ما يحتاج هالحرفة. أول شيء خلونا نتعرف على أصحاب هذه الحرفة. نتعرف عليك. مثل قاسم المرزوق من أهالي الدمام، وعندي الحرمة هي اللي بتصنع الحاجات هذه اللي تعرفها. في حاجات كثيرة، في مثلا علبة إكلينكس فاين يعني من ساعف ومن قماش، وعندي حق القدر لبسة قدر، حافظ قدر يحفظ الحرارة حقت القدر، ممتاز. بعد عندي قدر وحافظة حلويات ما شاء الله. وحق الرموز التلفزيون. اوه شغل 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 عدل والله ما شاء الله تبارك الله. امهاتنا اكثر ناس يحتاجون حق الريموت هذا عشان الاطفال. هذا هو. وهذا شنو؟ هذا حق ريموت صغير وهذا كبير. وعندنا حق مساكات الثلاجه، هذا حق الفرن وهذا حق الثلاجه الصغير، مسكه ومسكه. وعندي الادلان ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها ام العيال اللي مسويتها. ما هي اللي تسويها. ما شاء الله تبارك. لبست حقيبة القهوة والشاي ما شاء الله، مع السلة والقماش، يعني شيء روعة. أكيد ما شاء الله تبارك الله. استخدم هذا. ما شاء الله تبارك الله. حق الرحلات بعد شغل عدل والله، شغل عدل ما شاء الله تبارك الله. في أي طلب تبغاه حق الرحلات وبتشيل وبتحمل أشياء كثيرة. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية ويوسع لكم في رزقكم إن شاء الله. وما شاء الله تبارك الله شغل عدل وشغل جميل والله. الله يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية. أعزائي المشاهدين، أتوقع أخذنا حرف كثير ومهنة مهن كثيرة شفناها ما شاء الله تبارك الله، وكلها من أيدي سعودية ما شاء الله تبارك الله. فعاليات حلوة وجذابة. ضيفنا الآن شيء ما شاء الله تبارك الله، طبعا نحتاج فعاليات الصيف صراحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا. عرفنا عليك. عبد الله علي بن سعيد العطوي، طال عمرك. أنعم وأكرم. طبعا ضيفنا مرشد سياحي داخل مدن المملكة ما شاء الله تبارك الله. هل هو حب استطلاع ولا يعني ما شاء الله تبارك الله يعني حقيقة هي هواية، يعني بلدي أحبه وأحب جغرافيته وتاريخه، يعني هو بالنسبة لنا متنفسنا اللي نتنفس به، طبيعة جباله بحاره جزره، كل هذه تحت يعني هواية لنا منذ الصغر. الرحلات البرية البحرية فجأة كانت هواية ودعمت ب يعني رخصة من هيئة السياحة والإرشاد التراث الوطني. ما شاء الله تبارك الله، يعني صارت بشكل رسمي. نعم إن شاء الله. ما شاء الله. طيب تبوك الورد، وش المعالم اللي تشوفها يعني تستحق الزيارة؟ حقيقة تبوك غنية بالمعالم السياحية والتراثية والأثرية. تبوك قديمة قدم الزمان، فيها قلعة تبوك بنيت في عهد سليمان القانوني العثماني، إلى الآن موجودة يعني. نعم، قلعة تبوك من أبرز المعالم التراثية، مهيئة لها الزيارة. نعم مهيئة لها الزيارة. وكذلك سكة حديد الحجاز في تبوك، يعني تعتبر هي محطة من محطات سكة حديد الحجاز لتسير بين دمشق والمدينة النبوية.
طبعا هل انت مختص مثلا بس فقط في التراث في المعالم التراثيه ولا في ما شاء الله تبارك الله يعني ارشاد هو الجبال ارشاد سياحي؟ انا معلم جغرافيا في الاصل والحمد لله يعني اعطتنا هذه كذلك دعم علمي يعني في معرفه جغرافيه وتاريخ الارض. ما شاء الله يعني صيفنا مع اهلنا احلى. نعم واحلى واجمل. الله يسعدك شكرا لك يعطيك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ طيب. شو كنك خايف؟ كنك خايف؟ خايف شوي ولا كثير؟ شوي شوي بس. شو اسمك؟ جابر. جابر هذا وشو خيل ولا حصان ولا وش؟ ترى ما ادري انا وشو. وش هذا؟ هذا سيسي. سيسي طبعا هذا كيف يعني؟ هذا حصان الا شوي. هذا شبيه حمار ها؟ ايه ما شاء الله يتكرم حبيبي. تبي تلعب الحين؟ ايه. تاخذ لفه كبيره ولا شوي؟ كبيره. كبيره وانت خايف؟ يلا يلا. معنا احد الضيوف والزائرين والمرتادين لهذا المكان الرائع الجميل من دولة الأردن. الأردن ما شاء الله تبارك الله. عرفنا عليك. أنا فواز عبيد الله الدرارجي من الأردن من محافظة الكرك. ما شاء الله تبارك الله. طبيعة الأردن قريبة من طبيعة تبوك؟ والله تقريبا المعالم والأثار السياحية وتتقارب من بعضها جدا. جميل. أنتم تجون بكثرة لتبوك يعني بحكم أنها قريبة يعني؟ قريب. وإحنا بنى عطية سكان الكرك. إحنا بنى عطية. نعم المؤكرم ما شاء الله تبارك الله. جاي اليوم لهذا المكان بخصوص الليلة الشمالية؟ والله أنا جاي بخصوص الليلة الشمالية وسمعت عن مركز بن عاصي للتراث حكى عنه الأخ عبد الله وعجبت حقيقة من صلاة العصر وأنا أتجول في هذا المكان الطيب. سعدت جدا وأقدم شكر للقائمين على هذا المركز شكر جزيل حقيقة على ما أبدوه. في أشياء كثيرة جدا عجبتنا وسعدنا فيها ونتمنى دائما إن شاء الله لهم التقدم والازدهار. الله يسعدك. بصراحة أنا نسعد بمن هم أمثالك وبالزائرين اللي السياح اللي من خارج المملكة يجون يعني قاصدين لأماكن مثل هذه اللي موجودة في تبوك موجودة في أغلب مدن المملكة. رحت مكان ثاني غير تبوك في المملكة؟ والله أنا مع مرشد سياحي حقيقة الأخ عبد الله رحت أماكن كثيرة حقيقة وسعدت ولكن زاد سعادة هذا المركز مركز بن عاصي للتراث حقيقة شيء متنفس جدا ويتناسب مع طبيعتنا الخيول والتراث والأشياء الجميلة جدا فسعدت والله في هذا المكان وأقدم شكر وتحية للقائمين على هذا المركز حقيقة مركز بن عاصي الفروسية والتراث شيء جميل جدا جدا وسعدت يشهد الله أني سعدت. أنا أول مرة أجي للمركز يعني جميع ما يناسبك من خيول من تراث من كذا من كذا الحمد لله رب العالمين. أقدم لكم الشكر أنت قناة المجد كمان على هذا البرنامج الطيب وجزاكم الله خيرا. الله يعطيك العافية. حنا بك أسعد والله العظيم ونورت دارك أبد. الله يسعدك. معنا أحد الضيوف أيضا الزائرين لمركز بن عاصي للفروسية والتراث. عرفنا عليك. مقبول السلام على طويل. أنا مؤكرم أستاذ مقبول. أول مرة تجي؟ لا لم هي أول مرة والله. هذا اندل دل على جمال المكان. أي نعم ما شاء الله. تشوف المكان يعني مناسب لأعمار كثيرة ولا بس يعني عمر معين؟ والله طيب لكل شيء. وش اللي شفته فيك في هذا المكان يعني شد انتباهك بصراحة؟ يعني التراث القديم كويس. التراث القديم أي والله زي. يحرك الشجون. أي والله تراث يعني وذكرى. صحيح فعلا. يعطيك العافية. احنا دائما نقول صيفنا مع أهلنا أحلى. الله يحييك يا أخي. صيفنا مع أهلنا. نعم أي نعم أحلى. أحلى. الله يسعدك. عاليات حلوة وجذابة أحلى الفقرات ضحكة خلابة فعاليات حلوة وجذابة أحلى الفقرات ضحكة خلابة قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم قولوا
اليوم حيوا ويانا اليوم ردوا التحية اليوم للمتعة هيا فعاليات حلوة وجذابة أحلى الفقرات ضحكة خلابة قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم قولوا معانا اليوم حيوا ويانا اليوم ردوا التحية اليوم للمتعة هيا خلونا نشوف وش هو الجديد.